هلا والله، جتنا دعوة من سكوير إينكس أننا نحضر الأفنت أو الحدث اللي نقدر نجرب فيه لعبة كيندوم هارتس 3 ونكون من أوائل الإعلاميين اللي يقدرون يجربون اللعبة. الحدث هذا في أمريكا في بلدة سانتا مونيكا الجميلة. ما بيطول عليكم، خلونا نبدأ الرحلة. يلا هلا والله فيكم. الحين قاعد اجرب لكم لعبه كيندوم هارتس 3، من اوائل الناس تجرب اللعبه. للاسف ما خلونا نقدر نسوي كابتشر لها، لازم التصوير يكون انا العب وانتم تشوفون معي اللعبه، يعني بين كتفي فيه. فبحاول قدر ما اقدر اني اتكلم عن اللعبه، انا فان مره حق اللعبه، فعشان كذا بركز على الاشياء التقنيه في اللعبه واقول لكم ايش اللي تعجبني فيها ولا ما تعجبني، لان ما خلونا نسال اسئله هنا، فبحاول اطلع الاسئله اللي احتاجها من اللعبه نفسها. ما بيطول عليكم، خلونا نبدا. يلا طبعا اعطونا الحين عالمين نبدا فيهم، اولمبس اللي حق هيركليز وعالم توي بوكس. خلينا نبدا بالاولمبس. اوكي هذه اللعبه فتحت لي الحين، زي ما تشوفون هذا التايتن من عالم هيركليز. الصوت اللي اسمعه انجليزي ما هو ياباني. اوكي طيب خلينا نبدا اول شيء بالتحكم. التحكم مشابه لعبه كيندوم هارتس 2، كأنه تو بالضبط تقريبا، بس انه افضل صاير يعني. في انا متاكد انه لسه يعني اللعبه هذه ما هي النسخه الكامله، لكن اللي قاعد اشوفه الحين اللعبه قاعد تمشي على 30 اطار، والكاميرا اللي اشوفها يعني والتصوير والتحكم صاير اقرب لكيندوم هارتس 2 اكثر من كيندوم هارتس 2.8 اللي نزلت، اللي تلعب باقوى. توقعت ان ذاك بيكون هو الاساس لان من زمان ورانا كذا. طيب خلينا نبدا الحين نشوف. لازم تتسلق الجبل ذا، اوه على طول تسلق، اوه لازم بعد انا فكرت اني اضغط شيء. طيب اوكي حلو، حطوا اشياء رهيبه في المكان. واو الموسيقى جميله جدا، يا ريت تسمعونها معي بس للاسف ما اقدر. اوكي شو كيف يمشي يمين يسار، رهيب نينجا. اوه هذا التايتن، هذا من فيلم هركليز. من بداية اعطانا البوس فايت، اول شيء اعطيناهم بوس فايت فشيء رهيب. هنشوف تقريبا اوكي، هذا هو الحاله قاعد ينقز، ما قاعد اسوي شيء. اوكي الحين وصلت للمرحله قدام، جوفي معاي ودونالد معاي. حلو دونالد اللي ما له فايده اصلا بالالعاب، اللي لعب كذا بارد بيفهم انه دونالد اكون طاقتي ناقصه وابد يصفطني يستخدم ماجيك ولا شيء، مره ما له فايده. ان شاء الله حسنوه هنا، حاليا ما يمدينا نشوف بس بنشوف مع اللعب. العالم يعني هو عالم هيركليز يعني، هذا اقدر اقوله، غير كذا الجرافيك صاير حلو ما هو شيء واو حاليا، بس هنشوف. اوكي في افكت المويه حطوا لي اياه، افكت المويه شكله حلو صراحه على الحجر. طبعا كل العاب كيندوم هارتس نفس الالعاب اللي قبلها، هو الحاله صوره يروح عند الوحوش تضغط اكسات انت ويذبحهم. نشوف اذا في كمبوات ثانيه، شوف شو الماجيك اللي عندي، فايره واو فكت الماجيك حلو. اوكي عندي فلير فوس، خلينا نشوف. حلوه ذي حركات ثنائيه، بس صارت حركه ثنائيه الحين تصير نفس فكره سكند فورم. ايش هذا؟ اوكي وش صار؟ اوكي لا صارت حركاته غير، كنت صوره صار بيسكاته مره غير، في اختلافات زي هذه. شو عندها؟ ضغط مثلث يسوي هذه فايراقه. طيب خلطات الأسلحة موجودة نفس اللي موجودة كانت 2.8، فكرتها انك مثلا استخدم ماجيك بليزارة بعدين يعطيك حاجة فوق، اعطاني جوفي فنسوي حركات مع بعض. واو رهيبة، حلو التعاون في اللعبة. اوكي للأسف الشديد ما اقدر اشرح لكم السيستم بالضبط كيف قاعد يصير لأن الوقت مرة ضيق عندي، فالحين لازم العب اللعبة اوريكم اياها الأشياء الأساسية. السيستم هذا ان شاء الله بعدين نشرحه بشكل أفضل، بس بحاول اشرح اللي افهمه يعني. اوكي اخراج سينمائي حلو، واو المويه مره رهيبه بس ما تاثر بصوره ما تخليني اطيح، بس شكلها حلو كذا انا قاعد تنزل زي المطر صراحه، حاجه حلوه. كمل الحين نلقى فوق. اوكي قاعد الاحظ ما في بطء يعني، 30 اطار ثابته ما احس انه في بطء. الموسيقى يا ناس والله روعه جدا. ايش كبر هذه يا ساتر،
استهبل علينا ذا يبو الشباب مو كذا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا 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 اوكي على طول رقوني عنده جلد. طيب شو ضغط اقساطك في حاجه تتعبى فوق على اليسار. اوكي اوكي لما تسوي كومبوات اقساط ورا بعض يفتح لك حاجه تتعبى زي العداد. ثلاث اسهم ثلاث اسهم بعدين يمديك تسوي حركات زي كذا. ولا تستخدم ماجيك ظهر يعبي سهم. لا ما خلاني اسوي ماجيك ذا. وش اسوي؟ قولوا له طقه ولا اسحب عليه ذا؟ لا طقه طقه. اوكي اوكي عطيف. اوكي يس تعبى الحين سكند فورم صارت الكومبو. واو واو شوف الافكت كيف افكت حلو حق الماجما اللي يكون عليه اللي شاف الكريز بيفهم ايش قصدي من جد صراحه بالديتيلز يعني تفاصيل حاطين شغلك حلو فيها. هذا المضغط اكسات زياده يصير ثيرد فورم ولا يصير حاجه زياده. سونيك بليد للحين كنت عب الثلاث هالاشياء. اوكي في شيء ريف جاني بصراحه خلي اشوف راجع مره ثانيه. طقيت انا ليش؟ اوه طق رجل الثانيه. هيلني يا دونالد هيلني. الحين ما هيلني. لا هيلني كويس والله هيلني زين. اوه فلير فورس مع دونالد طلطيع. اوكي صار هزمته ولا ايش؟ لا ما سعيل هزمته بس رجله. اوكي الحين اركض الراس كاتبين حتى لك الشهاده عشان يوريك وين تمشي. حاجه حلوه صراحه. اوكي وش صار؟ لازم الكاميرا. اوكي الكاميرا عندي مشكله معاها حاليا. ايش قاعد يصير؟ يا كاميرا يا حبيبي مو كذا. خلنا نعرف وين نمشي. اوكي هذه كاميرا سلبيه وين طيحني؟ اوكي انا اخاف انه يكون عنده وقت هذا بس خلنا نشوف ايش سالفته. اوكي انا احط سام قدام. لازم اتحكم بالكاميرا انت اصلا بس امشي سام قدام هو يمشي لك. اوكي ما ادري خطا مني ولا لا بس ستيل يعني الكاميرا اعتبرها حاجه سلبيه في اللعبه حاليا. بس نشوف بتحسونك كنت نسخه نهائيه ولا لا. خاصه الكاميرا شيء مهم في اللعبه هذه. اللي يلعب كيندوم هارتس بيفهم قصدي. ايش صار؟ اتراكشنز كنا قبل. اوكي الحين بيعطيني حاجه جديده اللي هي هذه مثلث تضغط يقول لك بعض البوس فايت والقتالات بيكون فيها حاجه زي اتراكشن. اوه اطلق. اوكي قاعد ضربه بعدين في فنش في عداد في شيء اسمه كلامتي او ارتو. ايش يسوي؟ هذا ارتو كنا قام يطلع عصايه يفجرها. واو والله رهيبه هذا الطربه. اوكي قاعد احس انه في بطء يصير في الجيم بلاي في الفريمات اذا زادت الاشياء. ان شاء الله يحسون في النسخه النهائيه. بس انا مو حاجه يضر لانك انت راكب عباره عن جهاز جسم. واو اوكي رهيبه الحركه دي. انت راكب جسم متحرك فما يفرق معاك حاليا الفريمات. اوكي ليش الشمني فلير هذه قاعد اسويها انا بس كذا بس الظاهر طلع زي يطلعون هذا الشرار من وين؟ ولا لا 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 اوكي 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 المؤشر هذا في سهم يعلم وين اروح. تشوفونه اصقع راس الحين. اوكي باقي راس ثاني وليش؟ اي باقي راس الثاني. لا لا ليش اتحرك كذا يا بابا؟ خليك 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 يا حبيبي. في الظاهر خلص ولا ايش؟ كنا فينش جاني. اوكي خلص منه. احنا نكمل قتالي؟ واو. ارجع لنفس القتال؟ اوكي نفس القتال ارجع له اكمل عليه. صراحة القتال هذا كله صراحة يعني ايفنت ورا ايفنت تحسونه. أكثر شيء تسويه سكند فورم الحين مرة ثانية أرقى فيه. يا بس اتسلك سارة جي فينا العيد. أيوه بس أمشي سهم قدام خلاص. فهد لا تحكم بالكاميرا خلها على جنب هو يديك الحاله صوره حلو. بس هنا وش يصير فهد؟ وش تسوي؟ لا الكاميرا لازم يشوف لها حل لازم يشوف لها حل. وين اروح الحين؟ هذا ام ذا راسه ايش كبره استهبال هو. اوكي فكره الفوكس موجوده من بيث اوف سليب جابوها هنا انك تحدد على اجسام. اوكي بعدين هو يطلق زي ما تشوفون القلوب هذه. اوكي اوكي وهذا خلصنا احنا الديمو الاول اللي هو حق هركليز كان بوس باتل كبير. خلينا نشوف الباقي وشو نشوف حق توي ستوري الحين.
انا متاكد انكم متحمسين احنا تشوفون هذا العالم، لان احنا كلنا نحب بيكسار، نحب العاب توي ستوري، حكايه لعبه عشنا معاها صراحه طفولتنا، وحتى اللي ما عاش طفولتها اكيد يعرف الشخصيات لانها اشتهرت ونزلت اجزاء كثير، خاصه الجزء اخر جزء نزل قبل فتره قريبه ما كانت بعيده مره. فانا متاكد كل الحين متحمس، وانا منهم صراحه اني العب عالم توي ستوري ونشوف كيف بيكسار دخلت في لعبه كيندم هارتس وحطت لمستها واضافتها الحلوه. اوكي بدينا الحين بعالم حق توي ستوري. زي ما تشوف اول شيء لاحظت السيف شكله على الديزاين توي ستوري، زي ما تشوفون صار عباره عن ايش يسمونه ذا صبار وعليه نجمه ودي. حركه مره حلوه. خلينا نشوف الحركات نفسها ولا تغيرت. نقول نفهم احنا السيستم حقه شوي. طياره اوكي قاعد الاحظ حاجه بالسيستم توني انتبه لها. اللينك هذا اوكي حاليا ما يبين شيء. اللينك هذا فكرته كان انه يربطك مع شخصيات ثانيه بعالم ديزني او في الفانتسي، ما كنت غلطان اثنينهم يعني، ويصير تاخذ حركات الشخص اللي يربطك فيه العالم. اوه هذه جديده. واو صارت مطرقه، تغير السلاح صار مطرقه بالفله. شو كيف؟ لا اطق يا شباب. واو هايبر هم في سهم يمين، شو يصير؟ اوه دقيقة فكت صح؟ اي فكت اوكي ما بدنا نسوي الحركة هذه. خلينا نشوف ايش هذه؟ ايش اللي قاعد يصير؟ اوكي الحين اتوقع بيصير حاجة استكشافية هنا من نظام الاستكشاف في اللعبة. طبعا هذا العالم حق توي ستوري، هذه الشخصيات قاعد اتكلم معهم. ايش يقول لي؟ اوكي يقول روح شو اسمه الالعاب، صندوق الالعاب. لا مو صندوق العاب، محل العاب. واو والله صراحه كانك داخل فيلم توي ستوري. شوف الرسم، ايش سويت يا ساره؟ اوه صرت تمشي على الجدار. وش ذا؟ ما في مكان اللي يروح له. صح عليه والله، شوف على الجدار يمشي كل شيء. نايس ناروتو قلب ناروتو. حلو 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 حلو. اوكي اتوقع قبل الشباك. حاجه ثانيه لاحظتها جديده زي ما تلاحظون، ان عندنا احنا الشخصيات، ما ادري يبين بالكاميرا ولا لا، يبين. هنا سورا، وذولي جوفي ودونالد، ويفوق وودي وتوي ستوري. اول العاب كنت مارس اللي قبل ما كان تتخاذ كاركترز كثار، كان بس انت والكاركتر الضيف او واحد من الاثنين، يا دونالد يا جوفي. هذه حركه مره حلوه صراحه. فخلينا نكمل. الاحظ في صندوق، هذا ايش هذا؟ صندوق العاب، خلينا نفتحه. اوكي الخريطه، الحين تو تجيني خريطه المرحله. يلا خلينا نطلع برا نشوف ايش السالفه. اوه واو والله من جد كني لعبه. قالوا لي روح الشارع الحين، خلينا نطلع الشارع نشوف ايش فيه. اوه رهيب. اوه هنا، اوه هذا الوحش دائما موجود في العاب كيندم هارتس كلهم تقريبا يشبون اللي قبل، بس هذا الدب ذا معروف ذا. تجي وراه وتضربه. اها ايش في طاقتي؟ والله فق. لحظه هايبر هامر، اعطيهم الهامر. ايوه خل اعطيه هذا. ايوه كومبوات عطى روح. حلو يا ولد، كذا الناس فقوا وجههم. الدب الثاني، تعال الدب. ايش هذه؟ روكت. اوه جان شي يقول لك روكت اضرب، ركبت وش اسوي؟ اوكي ضربه. واو والله رهيب. يوهو في فينش اسوي بعدين، بس ما في حد ضار، ماتوا كلهم. خلصوا النهايه الحين، خلينا نشوف ايش يصير. اوكي تطلق على احد، مره رهيبه الجيم. كمل بس نشوف الحين ايش هذه. درل. اوه شو تغير السلاح كله، كل شيء تغير. الى الحين صار عندي اربع اسلحه ورا بعض صايره، حاجه عجيبه رهيبه. طيب ايش هذا؟ لاحظ في سفينه. وشو تستهبل؟ وش يسوي بهذا الشيء؟ اضرب؟ ما في حد، كلهم ماتوا. خلينا هي لانه ماتوا كلهم. لا في احد جاء، استهبى علي ذا، ما مشكلة. واو صراحة انا مندهش من الاشياء اللي قاعد تصير، اللي ما ادري صراحة. ايوه ايش هذا؟
قاعد اغير اسلحتي بالمربع. اسف بسهم يمين. هاشي توني لاحظه ترى اقدر اغير اسحب اللي السهم يمين. فكل سلاح له حركات خاصه. اوكي مو بس كذا، اول كنت تطلع ستارت منيو وتغير سلاح، الحين تغير السلاح من غير ما تسوي شيء. ناخذ الي ذا بعد طيحناه. نقدر اخذه ولا اسسه؟ الحين اقدر اخذه. قام شلون قام ذا؟ لا والله ما قام. وين ايوه اخذنا الالي الجديد. عندك قدره ذا؟ اوكي كل الي له قدره خاصه. هذا كرن اوف. طيب الالي زي ما تشوفون على طاقتي على اليسار هذه او الستامين الظاهر، الستامين حق الداش الاصفر. او عندكم الكانون هذا اطلقوا والله فجرهم. اقوى الي ذا عجبني. اهجد اهجد. اشبعت فيه وقوه في ذولي. وانت من اللي بتاخذون الي الخير واجد. طيب كانون كانون اتاكو. اوكي بطحناه. تحصل اغنيه جزيره الكنسف الحين. من غيرنا يحملون ندومنا، محافظ الكلمات بس النغمة. من غيرنا سفينة عجيبة، لأن فيها أمورنا عجيبة. مني خلاص خلصت. شوف التفجير في النهاية حقتها كيف؟ طلع بيت رابنزل كله. واو إبادة أيوة الآلي حقي. تعال تعال وخر وخر أنت وياه. خل أخذه. أيوة تعال. أيوة خذ كانون. تفجير. ألا وش ذا؟ واو رهيبة. الشنس هذه كمبوات شنس بلاستر. ولا لا لا شو كمبوات قاعد ارفع فيهم رهيبة. بالنهاية قبل ما ما في حد بس بسوي النهاية حقت عشان نشوفها. قال لا اوكي يطلق شيء قوي مرة. هذه نهايته. عندي لينك خل اسوي. ايش هذا؟ ما اشوف شو يسوي اللينك. هاي قلت لك معنا اللي يجمع طاقات اثبت. ركض رالف. ام ركض رالف فلا. ايش اسوي ما اعرف ايش ابني وابني بعدين ايش اسوي؟ ماني فاهم شيء. دقيقه ايش قاعد يبني؟ بس بثبتهم. بعدين اسوي القاضي ذي. اوكي وش ابني بعدين؟ حركه حلوه كانت. اوكي انتهى الوقت حق الدمو، لكن خلينا نشوف الحركه الاخيره حتى لو ما في وحش نجرب كيف شكلها اللي هذه. ايش بيطلع؟ لتر ميرميد. بعدين ايش يصير؟ اغطس. حركه ضابط تتهاوش مع ناس طقهم في بهذه. سو كومبوات بعد. نهايه ايش حقتها؟ وهذا كان الفيديو حق لعبة كيندوم هارتس 3 زي ما شفتم. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله استفدتوا ان اللعبة وعرفت كيف طريقتها. حاولت اني اقدر اشرح لكم قدر ما اقدر، لان المشكلة الوقت مرة ضيق ومع علم انك ايش تسوي قبل، فانا قاعد استكشف معاكم. ان شاء الله ما اكون ثقلت عليكم، واذا عجبكم الفيديو زي ما قلت سووا لايك وانشروا بين اخوياكم. وان شاء الله اذا نزلت اللعبة كاملة راح نقدر نسوي فيديو احسن من كذا، او تجيك اخبار زي كذا وجاينا اثريز زي كذا. واشتركوا بالقناة طبعا. ويعطيكم العافية. كما كنت بدي شيء حب كلكم واحد واحد. مع السلامة.